واليوم استشهاد عقيلة الطالب اليزي جبل الصبر زينب، وودنا نسمع منك ايش كاتب للسيدة زينب بعد عمها. ايش نزل من عيني دمع ليك يوماي، الله ايش نزل من عيني دمع ليك يوماي واشوف الذابحك بالسير، الله اكبر. يومي ترى مو شغاج ابي حسين، الله يوم متت من شهقته وماتت رقي، الله اكبر. اجيتيني يا زينب جرح جابيك، اجيتيني يا زينب جرح جابيك، سألت الجرح يا اختي جرح اجابيك، قمت لما الظالم جاب حجابك وعلي لو طايح الطيح الثري. الله اكبر، الله الله اكبر. اي بعد الله الله. يا دهر وياك شو مسوي يا يرم شي، مشيت ويا العدلاكي يرم شي امشي، حقك تنقلب ابيض يا رمشي، الشمر حزمن حروا عينه علي. وعمك ايش قال؟ قلت خيالي الشعر ياخذني بهواجس لجن بيها احساس، وملك الموت سمع يقول ما مهتم الموت بناس، بس مهتم بمر واحد امر بالصابن بوهواس، قبل الطف جنت مرعوب ودر الرعب قطع انفاسه، اخاف من الله يامرني بامر ويطير من الراس، روح اقبض لروح معون ودر معون ما تنجاس، شلون اوصل لخيمتها وعلى باب الخيم عباس، شلون اوصل لخيمتها وعلى باب الخيم عباس، اتعذر لله وما امر زينب لو حاضر يمها العباس. الله يا الله 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 اخوي النشم، الله يا ابو فراس.